عارف. هلا بالنسبة ل نتوقع عشان يعني الشرع أكيد في شمولية للأحكام، تطرح الفكر المضاد، يطرح زي ما ذكرت أنت في السوشيال ميديا وفي الإنترنت الآن كأني أتصور أنه لو طرحنا هذه الجزئية فقط بدون نقاط معينة في الشريعة موجودة، مثلا كيف نحسن، نقول مثلا تحسين الحكم، تطوير أو علاج الخطأ في هذا الشيء، بحيث أنه كأنه نحن لو أصرنا هذا الشيء كان نعطي سلطة أو دستورية فقط للحاكم بدون ما ينادوا مثلا بالمظلومية إذا كان في ظلم يشعر على الخطأ هذا الشيء، فكيف هذا يكون الشرع موجود؟ نجيب الأول سؤال سيدي الفاضل. طبعا قلت دائما أجاب عنه بهذا اللفظ، ذكره الإمام ابن بشير في كتابه النظائر، أشباه النظائر، وهو أحد علماء المالكية المتقدمين السابقين في القرن الرابع الهجري 384 بعد أو 380 توفي رحمة الله عليه. في كتابه أشباه النظائر على طول قال من يحدد أهل الحل والعقد؟ ثلاث، قال يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا من أهل العلم، عندهم علم. الشرط المقصود بالعلم وين؟ ما المقصود بالعلم؟ ممتاز. نحن لما نقول العلم لا نتكلم في مسائل عبادات فقط، والعلم قبل قليل قلنا ماذا؟ تصور كلي للأسباب والشروط والموانع في قضايا الحكم. قضايا الحكم فيها اقتصاد، علم اجتماع، علم النفس، علم أشياء كثيرة، علم هندسة، أنت تبني دولة، فهذا هو العلم. لا يكون علم بمجرد معرفة أحكام الشرعية، لا، الأحكام الشرعية لأنها متعلقة بماذا؟ بالحكم الوضعي، حتى نطبق الحكم الشرعي فنحن ماذا؟ لابد من توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. الأسباب والشروط هذه كلها هي ماذا؟ التي تحيط بالإنسان بالفرد. فأنت كشخص حتى ترث من أبيك ينبغي أن يكون أبوك أو علاقة أبوة ينتفي عنك الموانع اللي قتل مثلا، أن يوجد الشرط وهو وفاته أيضا، تحقق الوفاة، تمام؟ فهي فقط أنت. بالنسبة للأمة الأسباب والشروط والموانع تكون في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وماذا؟ والهندسية وين؟ وغيرها من قضايا، من كل ما يحتاج إليه في العصر الحديث. يعني أغلب ما يدرس في الجامعات هي ماذا؟ هي عبارة عن ماذا؟ عن كل شيء نحتاجه، كل شيء نحتاجه. العلم قال أول شيء أن يكونوا من أهل العلم. الشرط الثاني أن يكونوا من أهل الخبرة، لأن قد يكون إنسان عالم، إذا ذهبت إلى مختبرات الجامعات تجد من دكتور أو بروفيسور في علم الاجتماع كثر ما أكثرهم، ولكن إذا طرحت عليه تصور في الواقع لا يستطيع أن يجيبك، ما يقدر أبدا، ما يستطيع. إذن وجود الخبرة والعلم ثم الخبرة، قال ثم القدرة. القدرة هذه مهمة، القدرة مهمة. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن بشير قديما أكد عليها وحللها بنوع من التفصيل الكتاني في رسالة خصصها لأهل الحل والعقد. شوف قلت نحن فقط لا نقرأ لأننا نعتمد على وسائل التواصل الحديثة، رسالة كاملة ألفها الكتاني في أهل الحل والعقد، تعريفهم شروطهم ثم بيان من يحددهم، فجعل أساسها القوة القدرة. لماذا؟ حتى لا نعزل حاكما أو نخطئ حاكما مجرد كلام فقط، تكون عندك القدرة على ماذا؟ تخطئته. هذا حفاظا على الناس، حفاظا على الناس. إذا كان شخص ليس له قدرة يتكلم ويخطئ يخطئ مع أنه مصيب، ممكن جدا أن يتعدى عليه ذلك الحاكم الظالم، فنحن نكون قد فقدنا من الأمة الإسلامية، وهو فقد نفسه. وإجماع العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروطه أو متوقف على أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، هذا إجماع كما ذكر إمام ونشريسي في كتاب المعيار. إجماع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقف على ماذا؟ على أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. إذن فالقوة جعلها الكتاني أساسا وشرطا،
في تعيين أهل الحل والعقد حتى يكونوا يعني مع أهل الحل والعقد إذا أرادوا تقرير شيء. إذا فهذه ثلاث شروط. سيدي الشيخ عادل بالنسبة لسؤالك، طبعا احنا ما انا ما ذكرت شيء معين، وهو ماذا؟ ان لو رجعنا الى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية تطرح كثيرا في باب السياسة الشرعية، الكثير يحلو لهم ان يقول ان قضايا السياسة الشرعية وقضايا الإمامة هي قضايا اجتهادية محضة، اجتهادية محضة، يعني انها مقتصرة على تفكيرنا نحن، ما نرى نحن يصلح لزماننا حددناه، ما نراه لا يصلح لزماننا ننفيه. لكن الصواب إذا رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كما قررها دائما قلت متقدمون رضي الله عنهم في كتبهم، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تجدها تدور بين ثلاث أشياء: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع، تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتنفيذ، وتصرفه صلى الله عليه وسلم بالأمور بالخصوصية بالأمور الخاصة. تصرفاته بالتشريع أيضا عامة وخاصة. العامة باعتباره صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهو مبلغ لأحكام شرعية تصلح لكل زمان ومكان لا تتغير، كماذا؟ كوجوب الصلاة وتحريم الخمر وتحريم الربا وماذا؟ ووجوب الوفاء بالعقود. تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالتشريع الخاص، تصرفاته بالفتية. أما التنفيذ فأيضا تنفيذ عام وتنفيذ خاص. تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتنفيذ العام هو تصرفه بالإمامة باعتبار خليفة المسلمين. تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتنفيذ الخاص باعتبار قاضيا يفصل النزاع بين اثنين. هنا نقطة مهمة، التنفيذ التصرف بالتنفيذ يتوقف على جانب إجرائي يسمى في العصر الحديث الجوانب الإجرائية. الجوانب الإجرائية هي جوانب اجتهادية محضة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. لهذا نرى طرق الإثبات، وسائل رفع الدعاوى، ترتيب الحكم نفسه، وجود وزراء، تختلف مثلا ترتيب الوزاري عن زمن سيدنا عمر الخطاب، عن زمن مثلا الخلفاء العباسيين، عن عهد المماليك، عن زماننا نحن، لأنه مسألة إجرائية اجتهادية محضة. هنا يأتي جانب الإجراء وهو ماذا؟ إيصال المعلومة للحاكم أنك قد أخطأت. فآليات إيصال هذا الحق الذي للحاكم محدد أو متروك شرعا لماذا؟ لاختلاف الزمان. والحمد لله أغلب الدول العربية والدول الإسلامية، طبعا هذا كلام قد لا يعلمه الكثير لأنه لم يفتح في حياته كتاب مثلا قانون، أي كتاب دستور بتفتح دستور، أي دستور عربي، أي كتاب قانون، بتجد أول شيء عندك ماذا؟ محكمة دستورية أو مجلس دستوري يراجع النص القانوني وينظر هل هو في مصلحة المسلمين أم لا، في مصلحة الوطن أم لا. فإذا وجد أنه في غير مصلحة فبماذا؟ يكتب ويرسل إلى ماذا؟ إلى البرلمان أو المجلس التشريعي ويعيد النظر في هذا النص القانوني. هذا أول شيء. عندك نص قانوني في أغلب الدساتير العربية وهي ماذا؟ عزل الحاكم أو كذا عند الخيانة العظمى، قصر بعض القضايا. ثم تجد في الفقه الدستوري تجد تحديد معنى الخيانة العظمى للدولة التي تحقق لنا، ثم تحدد آليات هذه المحاكمة للرئيس، من يقوم بها؟ المحكمة الدستورية هي التي تقوم بها. إذن فهناك آليات محددة تركها الشرع اجتهادا لاختلاف الزمان بالمكان، تختلف من زمان إلى آخر. والحمد لله في زماننا نحن لا نقول أننا يعني أفضل من أزمنة الآخرين، لكننا قد نكون أضبط، قد نكون أضبط من العصور الأخرى. في هناك مجالس محاكم محددة، أشخاص يعني قد البعض يعتقد أن المسألة بسيطة جدا نضع نص قانوني، لا، تنطلق ابتداء من مقترح يكون من الواقع الناس، من احتياجات الناس. قانون التشغيل جاء من وين؟ بسبب أن عندنا شباب عاطل عن العمل، عندنا مناصب العمل كذا، عندنا وزارات كذا،
إذا من خلال هذه الآليات التي تنطلق من الواقع نقدم مقترح يدرس لجنة واثنين وثلاثة وأربعة ثم يعرض على البرلمان ثم يقرر أو ينفي. ومع تقريره في أيضا هناك آلية أخرى لإعادة ماذا النظر في هذه النصوص. نفس الشيء الرئيس ترفع أمامه، ترفع ضده قضايا، نعم ترفع ضده قضايا، طبعا تختلف الدول من ناحية التقنين ما هي الآليات، كل دولة تختلف عن أخرى. والحمد لله من رحمة الله قلت أن مسائل إجرائية هي مسائل اجتهادية تركها الشرع لنا باختلاف زمانها واختلاف مكانها. تمام سيد الشيخ؟ سيدنا سؤال لإجابة يعني الشخص العادي اللي في الشارع اللي دائما يسمع اعتراض المتطرفين أن القوانين هذه ضد الشريعة وأن أنتم تحكمون بما يعني هذه اعتراض، وأصبحت خلاص كل الناس في العموم الأغلب في باله أن القانون شيء والشريعة شيء، كيف يجاب بشكل مختصر بشكل بسيط وبشكل يوصل ل قد انا احسب هذا الكلام اللي انتم ذكرتوه في المحاضره يجيب عن هذا، لكن انا اقصد كيف الواحد يجيب الانسان العادي. تمام يعني سيدي هذا قد يكون من واجب من واجب من مؤسسات مثل مؤسسه الطابه الصراحه. لماذا ايصال؟ نحن نحتاج الى ماذا؟ الى توصيل العلم، توصيل العلم. هناك سيطره كامله على وسائل التواصل من أصحاب التفكير. قبل بداية قلت هناك أفكار في الأمة الإسلامية انتشرت وعمت، صرنا نحن نفسنا متأثرين بها، قد ما نحس بها، قد ما نحس بهذه، فتجد نفسك تعترض على بعض الأشياء، لكن إذا كنت مسؤول في الدولة تفهم بعض القضايا. أي مسؤول بسيط في أي إدارة، مش حتى عند الدولة، مسؤول فقط إداري تفهم بعض الأشياء أنها لا مو بهكذا. يعترض عليك هذا المواطن البسيط الذي يأتي ويقول لك والله أنتم كذا كذا، لكن أنت تقول مسكين مش فاهم، كيف فاهم في أمر؟ إذن فنحن أمام ماذا؟ أمام نحتاج حقيقة إلى غزو وسائل التواصل، نحتاج إلى كثرة الكتابة، نحتاج إلى عمل متكاثف متكامل، تبسيط اللغة تقريبها. مثال لتبسيط اللغة يعني. مثال لتبسيط اللغة في هذا السؤال الشائع اللي ممكن كل يسأله، تبسيط اللغة تبدأ ابتداء بماذا؟ مسألة ان القانون غير الشريعة اللي يعتبر هم، لان الناس ما يعرفون اصلا القانون ما هو. فنحن اول بداية لابد ان نحددها ان ويوقف الامور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه. اذا يجب عليك نقطتين، اول شيء ان لا تعتقد حكما شرعيا في شخص أو في ناس حتى تعلم حكم الله فيه، هذا أول شيء ينبغي أن نعلم الناس، نؤدبهم، نؤدب الناس ماذا؟ أنك لا تخرج أحكام من هواك، لابد أن تعرف حكم الله فيها. المقدمة الثانية الحتمية أن نصلهم بمن؟ بالعلماء، لا بالوعاظ، لا بالمفكرين، لا بالمفكرين. ما تروح تجيب لي والله يعني أحكام سياسة شرعية تربطوا فيها بمن؟ بأصحاب تيارات معينة، أحزاب سياسية معينة. في أي دولة إسلامية، في أي دولة إسلامية أحزاب سياسية كثيرة، قد تجد في بعض الدول حزبين سياسيين إسلاميين اثنين أو ثلاثة هم المسيطرين وهم وضعوا في رؤوس الناس هذه الأفكار. لكن شرعا أنت بماذا مطالب أي مواطن؟ بماذا مطالب أي مكلف قبل أن تكون مواطن؟ أنت غدا ستموت وستلقى الله، هل تقول له والله يا رب العالمين أجابني فلان؟ خاطبك الله سبحانه وتعالى فاسأل أهل الذكر، ما قال فاسأل السياسة ولا قال اسألوا أهل كذا، لا. حزب سياسي له ما له وعليه ما عليه، ما يخصني فيه. لكن أنا الآن أخاطبك باعتبار ماذا؟ فقها، ما هو المطلوب منك أمام الله. إذا استطعنا أن نغرس هذه الحقيقة في الناس، وخلي بالك هاتين نقطتين اثنتين عليهما مدار إشكال مع العامة، عامة الناس، أن العامة تفتح تلفزيون، لاحظ سيطرة وسائل التواصل، التلفزيون أو اليوتيوب مباشرة على الواعظ زيد أو عمر، ما نحتاج نذكر بعض الأسماء لأن بعضهم يعني ما شاء الله عليهم رائحتهم فاحت، فتجد أحكام شرعية كثيرة، نعم خرجوا اضربوا اقتلوا لا تصلوا لا تفعلوا لا تعتقدوا لا
والرجل بعد ذلك تكتشف أنه ماذا؟ أن الرجل واعد. ماذا درست في الفقه؟ حتى كتاب معناها، مع أن المسألة في حد ذاتها غير متعلقة بالفقه بالكتاب، متعلقة بملكة فقهية. حتى لو درست كل كتب الفقه لكن ما حصلت الملكة الفقهية كما يذكر الإمام ابن عرفة في مختصره، التي تجعلك تحدد ماذا؟ صغرى قياس القضية، صغرى قضية قضايا القياس، فما تستطيع أن تحدد حلال وحرام. إذن فأول شيء أن نعلم الناس الأدب في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. هذا أول شيء. إذا استطعنا أن نصل بالناس إلى هذه النقطة نكون قد قطعنا صوت كبير سيدي الشيخ، قطعنا صوتا كبيرا، لأن سنضمن أنهم لا يسألون أي شخص، لا يتبعون أي شخص. سألوا الشخص المناسب. تمام. كيف يجيب؟ يجيب الآن الحين يو عند المفتي قالوا الناس يحكمون بالقانون، أننا نبغي حكم الشريعة. هذا السؤال اللي وارد. شرع الله. نعم. نبغي شرع الله يقول. كيف يجيبهم المفتي اللي أخذ العلم عن؟ نعم، يجيبهم بلغة المسؤول. وهذا طبعا القرافي أصل لهذا، قلت أيضا في السؤال أظن 38 إلى ماذا؟ إلى استعمال لغة المستفتي. يقول لغة المستفتي فينزل الخطاب إليه. أنا بالنسبة لو جاءني شخص متوسط على طول يقول لنا كتاب، نقول نعم إذا استعملت القانون فأنت ماذا؟ فأنت تتبع شرع الله. القانون لا يتعارض مع شرع، هو في حد ذاته، هو في حد ذاته من شرع الله، من شرع الله. لماذا؟ لأنه مبني على المصلحة، مبني على المصلحة. طيب. التي وجب عليك شرعا، وجب عليك شرعا أن تتبعها. نعم سيدي. نعم، هذا تأصيل آخر، تأصيل آخر إلى أصل التشريع اللي هو في التقنين. لكن الفكرة أن القانون مبني على المصلحة والشريعة جاءت لحفظ المصلحة، لحفظ المصلحة في حد ذاته. فالقانون ما يتعارض مع الشريعة، بل هو من ضمن الشريعة. بالضبط. هذا الجواب. هذا بيكون نحاول نقررها لهم، وعندك في سيرة النبي يعني لو الخطاب طبعا العامة، عامة الناس الخطاب الوعظي والعاطفي أغلب عليهم. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من هذا. شوف أنا قصيت عليك قصة واحدة فقط، يعني غزوة الأحزاب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مصالح المجتمع، يعني اقتصاد البلاد، ثلث اقتصاد البلاد سيعطيه للكفرة، لمشركين حتى مبعد سيعطيه لهم لحماية وجودك. فأنت تستطيع أن توصل له هذه المعاني بكثير من قصص السيرة النبوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مقتنع بأن الالتزام بالقانون مطلب شرعي، والدليل عليه أنها سنة الأنبياء. في سورة يوسف نجد أن يوسف عليه السلام لا أخوض في التفاصيل، ولكن تم التعليق على طريقة الاحتفاظ بأخيه. ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك، ودين الملك هنا بمعنى قانون مصر السائد في ذلك الوقت هو قانون الفراعنة. ومع ذلك نبي من أنبياء الله وفبهداه مقتدر التزم بهذا القانون ولم يتدخل. وكذلك في السجن دخل معه في السجن فتيان، فعندما عبر لهم أو عبر وأول لهم الرؤية لم يعلق على القانون السائد أن قتلك أو صلبك بهذه الطريقة كي تأكل الطير من رأسك همجية ووحشية وهذا، لا، بمجرد علمه بتعبير الرؤية هو فسر له دون تعليق أو انتقاد للقانون السائد في البلد. كان شرب الخمر محرم على جميع الأنبياء، وهو يفسر له الرؤية أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ونصحهم بالتوحيد ولم ينصحهم باجتناب هذا العمل المحرم، لأنه وقتها كان القانون المصري السائد وليس عنده قوة لتغييره، فرضي بهذا. وتحت هذه المخالفات السائدة هو عمل كأحد الوزراء في الدولة المصرية. فأعتقد نستنبط من هذا بكل وضوح بنص قرآني، بالقصص القرآني، أن الالتزام بقانون البلد، أي بلد حيثما كان المسلمون يعيشون ولو في أقلية، إذا كان هذا القانون لا يحرم صريح الحلال
أو لا يلزمك برغما عنك بممارسته. مثلا بعض القوانين في بعض الدول تحلل اللواء، ولكن لا تلزم كل مقيم ومواطن أن يمارسه. فنحن ليس لنا من حق في أن نعلق على هذا أو نرفع الصوت أن هذا ضد الإسلام وضد لا، نتركه وشأنه مثل ما سكت يوسف عليه السلام عن هذا. في القصة اللي قالها الأستاذ بخصوص المجتمعات الغير مسلمة، ولكن في حال إذا كانت المصلحة تعارض الكتاب والسنة في دولة إسلامية تشريعا في القانون أنها تعتمد على الكتاب والسنة، وأتت المصلحة بمعارضة الكتاب والسنة، وهل يؤخذ بها أم لا يؤخذ؟ فإذا أخذ بها وأهل الحل والعقد ليسوا راضين، ولكن انتفت عندهم القدرة، شرط القدرة، ليسوا قادرين، فما الشعب يعني الشعب ايش يقولون في الموضوع هذا يعني؟ نعيد السؤال، إذا تعارض النص الكتاب والسنة مع المصلحة. مسألة بسيطة سيدي الجليل، راعيها فقط في نفسك. شرب الخمر حرام، فأنت إذا كنت مضطر بنص، فإذا كنت مضطرا إليها لحفاظي على نفسك صار حلال تشرب، يجوز ما نقول حلال، يجوز لك أن تشرب، تمام؟ فعل من الأفعال، نعم، تبيح المحظورات، فأنت بنفسك ستجدها. قلت نحن فقط نحاول نبسط، سنجد المسألة بسيطة، فهي في أفعالنا الخاصة شرعا. لاحظ أن هذا في حكم الأفراد، في حكم العموم الأمة يكون أكثر الأمر أكثر، حتى يقرر القرافي في كتاب الإحكام أنه يجب تحري جميع الأسباب، هكذا يقول، تحري جميع الأسباب والشروط لتحقيق عموم المصلحة، يقرر هذا الكلام تقريرا، يعني تلاحظ مسألة من كل الجوانب. فهي كون المصلحة مع النص هذه في خاصة نفسك كتبسيط فقط، ستجد ماذا؟ أن الشرع في حد ذاته أباح لك هذا الأمر، عندك نص شرعي واضح وعندك عندك ماذا؟ المصلحة تخالفه في حد ذاته. فقط زمن سيدنا عمر الخطاب من التصرفات السياسية في هذا، عندك نص صريح إنما الصدقة للفقراء والمساكين، مع أن اللام للتمليك، يعني ثم والمؤلفة قلوبهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصرف باعتبار حاكم المسلمين المتعلق به تقسيم جمع أموال الزكاة وتقسيمها على أصحابها، لاحظ نص شرعي واضح صريح في القرآن الكريم صريح، لكن لما كان عموم المصلحة ينفيه، عموم المصلحة ينفيه بعدة أشياء ممكن تجد هذا النفي. أول شيء سيجعل المدعين كثرة، سيجعل وجود طبقة في المجتمع عندها ماذا؟ تشكيك أو يعني في الدين إلى آخره من عدة أضرار تلحق الأمة، فقال إذن لا، ليس لك إلا أن تسلم أو كذا، هذا كان قبل. فهي مسألة بسيطة، نعم إذا وجد نص شرعي واضح صريح صحيح وكانت المصلحة أقوى، فهذا الشرع في حد ذاته يخول لك أن تعمل بالمصلحة وتطور، تمام؟ مع أن الجانب النظري في المسألة درس في علم أصول الفقه ونوقش، ويعتبر بعض الأصوليين ممن ذهب إلى التصريح المباشر بتقديم مصلحة على ماذا؟ على النص. هذا في باب الجانب النظري، في باب الجانب النظري، مع أن القوانين الوضعية هي تقريب باب عملي، وفي الباب العملي بلا شك أن المصلحة تقدم مباشرة على النص إذا كانت أقوى. والجانب الثاني من السؤال، إذا في حال انتفت القدرة عند أهل الحل والعقد، إذا انتفت القدرة عند أهل الحل، إذا انتفت القدرة عند أهل الحل والعقد، ما انتفع عنهم وصف أهل الحل والعقد؟ إذا لم يكونوا قادرين فليسوا بأهل الحل. انتفع عنهم أهل، انتفع عنهم ماذا؟ وصف أهل الحل والعقد. وهنا في هذا الكلام، طيب جيد، قد أشير فقط أيضا إلى نقطة سئل عنها البرزولي في نوازله، لا يوجد أهل الحل والعقد وتسلط على البلاد حاكم من باب الغلبة، لأن نحن نعرف أيضا طرق الحكم ثلاثة، البيعة
والعهد والقهر أو الاستيلاء. ثلاث طرق يذكرها فقهاء لماذا لوجود الحاكم، لتعيين حاكم. في باب القهر هذا والاستيلاء الإمام البرزولي يقرر الأصل، قال إذا كان هذا، قال إذا كان هذا المستولي تأمن معه على نفسك ومالك. هذه عبارة قلت قبل أن قررها الإمام القرافي ووجدت عمليا عند الإمام البرزولي، قال إذا تأمن معه على نفسك ومالك قال فلا يجوز الخروج عليه نصا صريحا مباشرة. إذا كانت النفوس والأموال مأمونة لم يجوز الخروج عليه. بعد إن جاء سؤال بعد ذلك، فإذا خرجت عليه جماعة هل نقاتلهم معه أو نقاتل معهم عليه؟ في مسائل تفصيلا. جزاكم الله خير ونحن بإذن الله سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وحل عقدنا وفرج كربنا. اللهم اهد أمة الأئمة، اللهم اهد الرعاة والرعية، اللهم أصلح شباب المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، اللهم ورده عليه، اللهم ورد سهمه عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهب علينا من أنوار هذا الشهر المبارك ما تنور به قلوبنا وسرائرنا. اللهم نور بهذه الأنوار هذا الشهر الكريم الذي استنارت به الأكوان، نور به قلوبنا ووجهنا به لك وإليك وإلى حضرتك يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك أن تجعلها أيام مباركات علينا وعلى الأمة الإسلامية، وأن تحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على كلمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم. اللهم يا رب العالمين واجعل سهمك على من أراد بهم شرا وسوءا. اللهم اغفر ذنوب لنا ويسر أمورنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا ومشايخنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.